باش تكون عايش حياتك مزيانه مع العائله ديالك مراتك وولادك، وفجاه تبان واحد الساحره دير لكم السحر والشعوذه وتقلب حياتكم صداع ومشاكل، وتقدر توصل حتى الطلاق وتشرد ولادك. السحاره وعندنا فيديو هادشي كيتجبدنا مسدره هادشي هذا. ومع دوز واحد المده ما بين الطلاق ديالكم تبان ليك ديك السحاره اللي سحرت لكم كترش لكم قدام الباب، شنو غادي تكون رده الفعل ديالك؟ كولي هادشي جبنا لك بحال كولي انت اشنو ما انت حسين لا مزيان هضري على راسك واش حسين هادو. هادشي اللي غادي تشوفوه في هذا الفيديو هذا، وكيف القاعده ما تنساش ديروا معكم لايك تنزلوا صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. نبداو الفيديو. تبكي على ما قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. شوفي سيري طريحي سيري طريحي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العلي العظيم. استغفر الله العلي حيدي بنتك حيدي الدريه. استغفر الله العلي العظيم. استغفر الله العلي العظيم. شوفوا انا والله شوف 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 شد الدنيا هكا انت عباد الله انت السحور انت شوف عباد الله السحور خان الزوم حيد حيد السحور باش ما تقولوش باش ما تقولوش اننا سعدين عليها هاد المراه حيد من تما حيد من تما حيد حيد هادي 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 السحور حيدي معنا غنبغي نموت انا رشي من فوق رشي من فوق حرام عليك سيري لي حرام عليك ديال المعقول ازمه ومن هي السيده كنتسنى في عناصر الشرطه هاد السيده والبوليس باقي ما بقاوش يجيو عيط على البوليس اربع المرات ما جاوش احنا حصلنا مهم رايحي تما سحارة هاي بارمي طال شي سحافتي وفتي ايه واخا هاي واخا ريحي تما سيري طريحي ريحو تما ريحي تما مكتوبة حيدي تما كرمي طال الذهب كرمي طال الذهب احنا غنفرتكو هادشي وغنشوفو شنو مكتوب فيه سيري طريحي سيري طريحي هاد الحجابات كلها شدوها عندها لاحظوا 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 ما يعلم مباشر على المباشر لاحظوا لاحظوا معايا على المباشر وي وي هاد الحجابات كلهم شدوهم عندها نقول لكم كلشي من عندها كلشي دايراهم بحال الكولي من صدر هادشي هادشي جبنا لك بحال الكولي وكاينين فيديوهات ديال باش عباد الله اللي كيعرفوا قالوا لك هادشي خان هاد الخنز هاد الخنز هو اللي كدير هادشي هادي سديت انا داخله مع الدرب وكتصوب في هاد القرعه قلت لها شنو هذاك الشيء اللي كديري هاي خان قلت لك هذا الكرسي قلت لك رقيه حيت انا غادي ندير ليها معات السيده لقات هادشي لقات هادشي هنايا مسدره وعندنا فيديو هادشي كيتجبدنا مسدره هادشي هذا هادشي هذا هادشي كامل هاو قلبنا واش هادي مسيفطينها ولا كدير هي راسها هادي هادي فاش سولتها قالت لك هي كدير راسها وبدات كتسول على عباد على شي عيالات واش ساكنه هي هنا هاد السيده ما ساكناش هنايا اش غادي ندير معاها تما كاين حدا تصوري الصحه دوري شوف دوري شوف دوري شوف دوري شوف شريفي علاش كدير هادشي شريفي تكلمي كل يوم علاش كدير هادشي علاش كدير هادشي شريفي علاش قول لنا علاش علاش كيما كديروا العروقيه هذاك راه ما كديروا حتى حصيره مش كاين شي روقيه عروقيه هاد لا شي خليها تهضر على حقها ماشي مشكل اخليها دافع على راسك اجي مو واش هادي رقية؟ عطيناك الحق واش هاديك رقية؟ قول لنا الشربي واش رقية هاديك؟ رقية عطيناك الحق واخا بلاتي ولا هادوك حجابات رقية خليه يهضر معاك واش حجابات رقية؟ انت حاسين انت اشنو ما انت حاسين لا مزيان هضري على راسك واش انت حاسين هادوك؟ واخا ولا شكتي هاد الزام معاك انت؟ انا مريضة لا واخا مريضة وهادوك الشيء علاش هاز معاك هادوك الحجابات؟ انا مريضة عندي المس هزا هذاك الشيء هذاك الشيء كامل هزا انا مريضة عندي المس انا كنقولها صافي انا ما كنصح لحد ما كنعرفش هاد الناس داو تعداو عليا داو لي كورنيطي وداو لي 100 فلف ريال من الصابي ها هو اسمع اسمع الناس كلشي كيصوروا عام التليفون كيصور هنايا صافي 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 لا كارت ديالك جبدات عليك السيده من جهتك عندنا ملي غيجي الامن لا دابا 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 غتعيطوا للامن دابا عيطوا للامن واخا ديال المر السادسه اللي عيطنا عليهم انت الشريفيه دابا انت انت من حقك انك تدافع على راسك دابا هادشي اللي شفتي
الزاده بنتي تحصين هذاك ديالي انا مريضه عندي نس هزه هذاك ولاش علاش وداك الشيء اللي كنتي غتكش خويا على الدار لا خويا والو هذاك قاعد جايه هذيك تقرا قبل لا تشربي هذيك تقرا قبل لا تهضر معاها غنسول غنسول خذوا لي غورميطي الطامي وخذوا لي 100 الف ريال الطامي قبل لا تشربي امشي هذاك هذاك المصفر هذاك المصفر اللي كنتي هازه شنو هو هذاك المصفر هذا المصفر ما ديال الرقيه ماشي خالص بلاش نهضر مع باش نهضر مع باش كلشي الناس يفهموا كلشي يفهم كلشي يفهم دابا هذاك الملك كنتي هازه صفر شنو هو الشرفي هذاك لا شوفي اسمعي راه من حقك اسمعي حنا راه ماشي حنا ما كندينوكش نجي من حقك تهضري من حقك تهضري صافي اللي كاين قلت لك لا هذاك 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 المصفر المصفر ديالاش ما ترقي هذاك ماشي مصفر ما عادي ديال الرقيه وهذوك الحجابات اللي كانوا الحجابات اللي جبنا لك الحصيل ديالي انا هذوك خاصين بيا انا ما كنمس حتى حد ما كنضرب حتى شي حد الله ياخذ فيك الحق هادشي اللي غنقول لا 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 ظلمتي عباد الله لا داو لي 100 الف ريال ظلمتي عباد الله داو لي كورنيطا حيدوا لي الحكايه كورنيطا هادي سيبو عندي هادي سيبو عندي حنا دينا لك السيده اللي دات لي زعما شوفي شوفي وهذاك اللي معاه سي احمد داو لي كورنيطا وطيحوني هنا وضربوني وانت سحاره انت انا سحاره دابا انتوما خويا خويا واش انتوما شديتوها حنا شدينا كيقولوا لنا ما طرقيا زيد حنا غنشوفوا وري الفيديو باش يشوف زيد زيد خويا ارني داك فيديو ارني داك فيديو كلشي غتشوفو كلشي كتحلو لها نفس الفيديو كتلوح كنقول لها قلبي القب قلبي سمحوا لي نوريك فيديو اخر عاوتاني بلا زيد زيد هاي ها هو المرت الرقيه اللي قالت لك تنشربو قالت لك مطروقي صرش بزاف ميكا بزاف ميكا وخانز ريحته ما قادرش نوصلوا لها حنا ما وصلناش هادشي اللي فين حطيناه في الجرده وهربنا انتوما عباد الله هي الميكا اللي خايفه تعاودي لي قلتي لي الدرب عندكم ولا فيه السكوندار ولا فيه والله العظيم والله ما نكذب عليك الا صفري انا عندنا واحد السيد دابا اللي حصلها كانوا وصلوا حتى لواحد النيفو بقيت يتفك بقيت فاق شو كسمن من العسل تصور انا بعدا كاين انا ما تندخلش انا وقت مع الناس انا نهضروا في الواقع حيت ما نبقاوش نقولوا ما نبقاوش نقولوا لا ما نبقاوش نامنوا ما نبقاوش راء العين حق والسحر حق راه مذكور في القران هاد المشاش اللي قلتي لي كتلقى ولاو كيغبروا ولاو كيغبروا المشا كتولد كتخرج ولادها ما كتلقاهمش انا يلا كان عندي انا تما كاين عرمه المشا وكانوا تما كاين وما كنلقاوهمش اصاحبي وكورميت وبالله عليك هذيك السيده هزه معاها 100 الف ريال وكورميت ديال الدم دابا بلاتي دابا حيت شديتي تقولي ما نضرو بغات تدي ديك اللعبه ديالها طاحت تما كاين باش انا نخاف وندير قلت لها موتي تما تيجيو البوليس انا راه ما شيت تقدري تكوني سافره ونقول لك الله يسامح عفا الله وعما سالا ولكن الشعوذه ما تعاتقش معاه وهادشي اللي كاين واخا باش كطالبوا دابا نتوما احنا كنطالبوا بلا اقصى عقوبه على بحال هاد الناس وكيما شفتوا بان هاد الناس هادو الله يجازيهم بخير شدوا هاد السحيره هادي اللي حمقات بزاف ديال الناس على لسان دوك الناس اللي ساكنين تما اول حاجه عندي واحد الملاحظه بان السحر ما كيتفكش هكاك ضروري خاصكم ديروا القفازات باش الا مشات حتى كانت شي ماده خايبه في دوك السحر والشعوذه يعني ما تقيسكم في الجسد ديالكم ولا دير لكم شي مضاعفات الى غير ذلك والسحر ما كيتفكش بديك الطريقه السحر كتجيب ماء مرقات وكتغطس في داك الساحر اللي لقيتي عند ديك الساحره وكيتفك باذن من الله واي واحد ما محصنش ما خصوش يقيس داك السحر باش ما يتقاسش وعطيوني نتوما الراي ديالكم على التصرف اللي داروا هاد الناس هذا لو كنت انت بلاصتهم شنو كنتي غادي دير في ديك اللحظه ما تنساش ديروا معكم لايك نتلاقوا في الفيديو الجاي تهلاو